بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا، مستمعينا الكرام، أيها الأخوة المشاهدون، نرحب بكم مرة أخرى في هذا اليوم وفي خامس أيام هذا الكرنفال الكبير في خامس تحدياته، ونهني جميع الفائزين ونهني كل من فاز في هذا المهرجان. مساء الرموز، مساء الإبداع، مساء التميز في ميدان التميز، في ميدان التحدي، في ميدان الكبار، في ميدان جمع نخبة الهجر الكبيرة بدول مجلس التعاون الخليجي. نتقدم بالتهاني والناموس لمن فاز بالشوط الرئيسي، مالك اليمامة، واليمامة فازت بالشلفة الفضية مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الشوط الرئيسي كان هنا في هذا الميدان، وكان الناموس شحاني مع شعار أنجال محمد بن زايد الخيارين مع شاهين الذي فاز بشوط القعدان. رمز الشوط الثالث للإبكار، العمانيات كانت هنا كمزنة، والسلام والناموس إلى دبي مع محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان، العمانيات كان شحاني وعنابي مع الأسد مع صالح بن حمد بن هاملة المري. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، ينطلق شوط جديد وناخذ الصدام للمدمري. حرك يلي تبي الستيشن جي اكسار، حرك يلي تبي السيارة. طبعا طبعا هنا زعفران التكريم يا مشاهدينا الأعزاء. المركز الثاني المنطلق شاهين سعيد بن جابر بن ستار. يا سلام الكيلو متر الأخير، الكيلو الأخير، الكيلو الثقيل إلى هذه اللحظات. الريان، الريان، ونعلق عبر قناة الريان وننطلق دائما مع إخراج الريان، والريان يفوز. والسلام سوف يهدى إلى قناة الريان مع اسم الريان مع 700 متر الأخيرة. مشاهدينا الأعزاء، إلى ضيوفنا الأعزاء محمد بن سالم بن حبرون الاكتبي. السلام وين؟ السلام وين؟ 600 متر الأخيرة. السلام إلى الهير، إلى الهير، هناك هناك يعرفون الهير، هناك مدينة العين، مدينة العين. الريان محمد بن سالم بن حبرون الاكتبي. مشاهدينا الأعزاء، الله يا من وصلت، الله يا من تقدمت، الله يا راشد، يا بن محمد، يا بن راشد المري. اللحظات الحاسمة، اللحظات المحرجة، اللحظات الخال والخطيرة المحرجة القاتلة. يا سلام، يا سلام، الريان صامدا صامدا صامدا. إلى الهير، إلى الهير، إلى ضيوفنا الأعزاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. يا سلام الريان، سلام إلى قناة الريان، من قناة الريان إلى الهير مدينة العين. مشاهدينا الأعزاء، المركز الثاني هنا راشد بن محمد بن راشد المري، والمركز الثالث وصل من ياسر السلطان بن حميد بن كديد الفلاسي، والمركز الرابع من وصل شاهين سعيد بن جابر بن ستان بن جابر. المركز الخامس بديع لعبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد. مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس دائما لضيوفنا الأعزاء، دائما نتمنى لهم التوفيق وهذا ما يسعدنا دائما. مشاهدينا الأعزاء، التوقيت الزمني لحظة وصول الريان 9:17، 44 جزء من الثانية. المركز الثاني من وصل شعار راشد بن محمد بن راشد المري 9:17، 80 جزءا من الثانية. المركز الثالث من وصل في هذه اللحظات. المركز الثالث من وصل بالمركز الثالث وهذا شاهين أو مياس وسلطان بن حميد بن كديد الفلاسي. تهانينا والناموس لكل من فاز، لكل من فاز في هذا المهرجان. مشاهدينا الأعزاء، الانطلاقات تتوالى، والكلمة في هذه اللحظات إلى ضيف العزيز بسام الشمري يتواصل معكم.